ياك السيناتور تعطي إشارة حقيقية بأن منطقة منبج والمناطق التي تحررت من داعش هي مناطق آمنة، يعني ما تقوله الحكومة التركية من آراء أو رؤى نراها رؤى وليست حقيقة وليست اتفاقيات، وإنما هي رؤى، الرؤية التركية، ما يترجمه الأمريكان على أرض الواقع بزياراتهم المتواصلة، ويقولون نحن مع المناطق التي تحررت من داعش إلى الاستقرار السياسي في كل سوريا، وبعد ذلك ليس لأحد وجود في سوريا إن كانت تركيا أو روسيا أو أمريكا أو أي دولة أخرى. Thank you for a very good tour. شكرا جزيلا على الزيارة. A terrific watch. هو عجب لكن ممتاز. I will tell President Trump. أنا راح أبلغ رئيس ترامب. This is important that we stay here. المهم جدا بقانا هون. And help you. ونساعدكم. Your friends in the United States. أنتوا أصدقاء للولايات المتحدة. هو قال بالحرف الواحد، قال سأبلغ السيد ترامب رئيس أمريكا بأننا لن نخرج من منبج، لأن منبج آمنة مطمئنة، وهذا ما سأوصله لرئاسة أمريكا السيد ترامب. ونحن في حزب سوريا المستقبل وأبناء سوريا قبل أن نكون في حزب سوريا المستقبل رأينا هذا وعد من الحكومة الأمريكية بأنهم باقون في المناطق التي تحررت. الحزب لا يفكر في استقرار منبج واستقرار الرقة واستقرار غيرها، ما يهم منبج يهم سوريا، وما يهم سوريا يهم الحزب، لأن الحزب أخذ على عاتقه أن يكون لكل السوريين، ليس لمنطقة واحدة وليس لمنبج وليس للرقة. صحيح هو أنشئ في منطقة معينة في الشمال السوري، لكن الطرح الأساسي لحزب سوريا المستقبل هو كل سوريا الوطنية، المواطنة، التعددية. هذا الأمر لا ينحصر في منطقة، إن ضيقنا واسعا فهذه مشكلة أيضا، ولكن نحن سنوسع ضيقا.